السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. السؤال بس بعد إذنك، تفضل. الأنسولين لو أخدته قبل الفطار بتاع المغرب، قبل الفطار، هل يفطرني؟ والله هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأختار رأي العلماء القائلين بأنك لا تفطر، ولكن إن كان هناك سبيل لتأخيره فهو أفضل وأبعد عن الخلافات، إن لم يكن فيجوز، والله أعلم.